ولذا لغاية هذا الزمان هناك من يصلي ويتعرض للأذى أثناء الصلاة في بلاد الكفار. وحدثني أحدهم أن رجلا من المسلمين قبل حوالي 40 سنة، مش الأيام هاي، قصة قديمة جدا، قال ذهب إلى دولة من دول الكفر وهو مسلم تاجر، لا ليقيم فقط تجارة ويشتري منهم ينفعهم، يأتيهم بالنقد وبالمال ويأخذ بضاعتهم ويرجع إلى الأردن ويبيع فيها. يعني الأصل أن يرحب به مستثمر هذا، يعني ينعش التجارة عندهم. قال فحان موعد الصلاة فأراد أن يصلي وكان في مكان مفتوح، فقال إذن أصلي في هذا المكان، لن أنتظر حتى أذهب إلى الفندق، أصلي الظهر العصر أي صلاة ناس الآن، يجمع ويقصر ركعتين ركعتين، يعني كل صلاته ما بتيجي 10 دقائق، هذا إذا كان مطمئن أصلا، أما إذا زي العوام كلها ما بتيجيش 5 دقائق. فعندما بدأ الصلاة فإذا بامرأة من تلك الدولة وهي دولة الكفر تأتي وتقف أمامه وتتعرى تماما وليس لها هم إلا أن تبعده عن صلاته، ولكن الله ثبته وأتم صلاته وغض بصره، بل سبب له أن تصبب عرقا غضبا وإيذاء من هذه الفتاة التي تريد أن تؤذيه حتى في صلاته، والتي تزعم أنها أوذيت لأنه رأته يصلي. السنن تتكرر، وبالتالي لا تفرح أن تذهب إلى بلاد الكفر، فهم لا يفرحون إذا رأوك تصلي أو تقرأ القرآن، لا يفرحون، بل يعتبرونه هذا من الأذى. ولذا في بعض بلاد الكفر فرضوا على المسلمين عدم صيام رمضان في نهار رمضان، يمسكونهم ويلزمونهم بتناول الطعام أو لا تعيش عندنا، وفرضوا عليهم أكل الخنزير. حدثني أحد الإخوة ممن هو في أمريكا التي تقول عن نفسها بلاد الحرية، قال سمحوا لنا أن نزور المساجين المسلمين، فذهبت مع كم شخص لنزور المسلمين المسجونين عندهم لكي نذكرهم في الله، نحن لا ندعو إلى الإسلام، مش مسموح، نحن نذكر مين؟ المسلمين. قال فندخل فنطلب من المسلمين فيخرج لنا 10 20 5، فنبدأ نذكرهم بتقوى الله وعبادة الله والصلاة والصيام. قال وكانت المفاجأة أنهم عندما كنا نقابل من المسلمين يرفضون للمسلمين أن يغتسلوا وحدانا، مسلم يريد أن يغتسل فيقولون له تغتسل مع زملائك. قالوا أنا مسلم أنا لا أكشف عورتي. قال كل رجال. قال لا أنا أرفض، أنا مسلم أريد أن أغتسل لوحدي. فقال فكانوا يجدون صعوبة ومشقة في أن يحققوا له طلب أن يغتسل لوحده لا يراه أحد. قال وفي أحد السجون فإذا بأحد المسلمين يسجن وكان يضرب به المثل في قوة العضلات، وهو معروف على صعيد البلد لكنه سجن لضمن قصة طويلة،
بسبب أمور دنيوية يعني ليس. قال فعندما دخل وأراد أن يغتسل فقالوا له اغتسل مع الباقي، فأخرج عضلاته وقال ليخرج الجميع وإلا أذقتكم ما لا تحبون. قال فخرج واختصروا معه يعني ما حول ولا قوة. ثم قال أي مسلم يريد أن يغتسل فليغتسل وحدانا بين المساجين. فنفذوا طلبه من أقرب القصص. قال وقصة أخرى، قال هناك من يمسك من المسلمين فيقال له لا يوجد طعام إلا الخنزير، بدك كل بدك بلاش، وإذا لم تأكل يعتبر هذا إضراب عن الطعام، تعاقب وتسجن سجن انفرادي وقد تلحق بقضايا أخرى. أريد أن أكل أنا غير مضرب عن الطعام لكن لا أكل الخنزير. قال لا أنت ملزم، هذا الخنزير هو الموجود، إذا ما بتوقف وإذا لم تأكل أنت مضرب عن الطعام. إيه؟ يا أخي مش مضرب، بدي أكل طعميني بس مش خنزير. قال لا خنزير بدك تأكل يا مسلم، واللي بطعميه خنزير بعيد عن السامعين. أين إذن هذا الشيء؟ لا يريدون منا أن نظهر شعيرة الدين. لا تفرح أن تعيش عند الكفار، لا تفرح أن تعيش بملذات الدنيا الفانية، هم لا يحبون منك أن تظهر شعائر الدين، وعشرات الأمثلة ومئات الأمثلة على ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.